بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم عبد الله. أم عبد الله تقول: عندنا في البيت خادمة غير مسلمة ولم نرى عليها أي شيء، فهي تؤدي واجباتها على أكمل وجه، وقد عرضنا عليها الإسلام فطلبت أخذ الكتب التي أعطيناها لتعرضها على زوجها ووالديها، وهي الآن تطلب العودة إلينا ثانية بعد إنهاء مدتها، مع العلم أنها لا تختلط بالأطفال ولا تقوم بتربية أحد منهم. فما رأي فضيلتكم في تصرفنا؟ هل نستعيدها إلينا وهي ترغب الإسلام، أم ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الدعوة إلى الإسلام أمر واجب على كل مسلم بحسب ما يستطيع. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كانت هذه خادمة جادة في معرفة الإسلام ويترجح لديكم أنها ستدخل الإسلام وتفي بوعدها، فاستقدموها لعل الله أن ينقذها من الكفر بسببكم. أما إذا كانت مماطلة ومتلاعبة وتريد استدرار عطفكم من أجل أن تستقدموها مرة ثانية، فهذه لا خير فيها. استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين، لا سيما إدخالهم في بيوت المسلمين، خلطهم بعوائل المسلمين، هذا أمر لا يجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم وهم الكفار، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إلى آخر الآيات. فالحاصل أن هذا يرجع إلى ما يترجح لديكم من حصول المطلوب، وأن هذه الخادمة يترجح لديكم أنها راغبة في الإسلام وأنها إنما تريد التأمل وإقناع زوجها بذلك، فهذا مكسب عظيم. إذا ترجح لديكم أنها ستسلم فاستقدموها، وإن لم يترجح لديكم ذلك فلا خير في استقدامها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا امرأة كبيرة في السن وعندي أولاد وبنات كلهم متزوجون، وعندي حلي ذهب وقيمته تعادل من 3 إلى 4 آلاف ريال، وقد قررت أن أبيع هذا الحلي لأنني لست بحاجة إلى التجمد به، وأن أضع قيمته في أعمال البر لوالدتي المتوفاة. لكن قيل لي إنه لا يجوز التصرف فيما يملكه الشخص بل يتركه لورثته، علما بأن ورثتي ليسوا بحاجة إلى مالي أو لما تركت من بعدي، فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. الإنسان ما دام على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة فإنه يتصرف في ماله ولا حجر عليه في ذلك، التصرف الذي يكون فيه مصلحة له في دينه وفي دنياه ولا يمنع من ذلك، وله بل يستحب له أن يتصدق وأن يعمل أعمال البر
وأن يوقف من أمواله في وجوه البر ما ينفعه بعد موته. الإنسان ما دام أنه على قيد الحياة وأنه في صحة من بدنه وعقله فإنه يستحب له أن يقدم لنفسه. فهذه المرأة التي تسأل عن بيع حلية وجعل ثمنه في وجه من وجوه البر والإحسان، هذا عمل طيب ولا مانع من ذلك، والذين قالوا لها ذلك غالطون، إنما هذا في حق الميت. الإنسان إذا حضره الموت لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث فأقل، بأن يوصي بالثلث فأقل من ماله بعد موته يجعل في وجوه الخير ليستمر نفعه له، هذا في من حضره الموت أو من كان مريضا مرضا مخوفا، فإنه ليس له إلا التصرف في الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فإنه يكون للورثة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا: عندي دراهم للوالد وقد مضى عليها الحول وأخرجنا الزكاة منها، وهذا العام قد التمسنا مسجدا يبنى وأردنا وضع ذلك المبلغ في المسجد، ولكن بعد شهر شوال، فهل نخرج زكاة ذلكم المال أم لا جزاكم الله خيرا؟ هذا المال إذا كان مرصودا من أجل إنفاقه في وجوه البر فإنه لا زكاة فيه، أما إذا كان هذا المال باقيا على ملك صاحبه وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنه يزكى إذا تم عليه سنة، تخرج زكاته وهي ربع العشر. أما إذا كان مرصودا لانتظار مشروع خيري تبرع به صاحبه مشروع خيري، أو هو غله من وقف في وجوه البر أو وصية في وجوه البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه أصله معد للإنفاق في وجوه الخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعين ميم ألف من الرياض بعث بجمع من الأسئلة، يقول في أحدها: ألاحظ أن أغلب الدعاء يأتي هكذا: اللهم اغفر لنا وارحمنا، فهل يعني ذلك أن المغفرة تأتي أولا قبل الرحمة، أي أن الله يغفر لعبيده ثم يرحمهم بعد ذلك، أم على العكس الرحمة مطلوبة أولا ليتم بعد ذلك إن شاء الله المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم العبد فيغفر له فيكون الدعاء هكذا: اللهم ارحمنا واغفر لنا، أم أن هذا غير المقصود؟ أفيدونا مأذورين. الذي ورد في القرآن الكريم تقديم طلب المغفرة على طلب الرحمة، كما في آخر سورة البقرة: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. وذلك والله أعلم لأن العبد بحاجة إلى مغفرة الذنوب أولا ثم الرحمة، كما يقال التخلية قبل التحلية، فينظف المكان أولا ويطهر المكان أولا ثم يزين بعد ذلك. أما أن يزين المكان قبل أن ينظف قبل أن يطهر فهذا يكون غير مناسب، وطلب المغفرة قبل الرحمة هو والله أعلم من هذا القبيل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا جئت للصلاة والإمام راكع فركعت معه ولكن مباشرة، وبعد استوائي معه بالركوع، أي قبل أن أقول سبحان ربي العظيم، أو أثناء ذلك أي قبل إكمالها، رفع الإمام، فهل علي أن أعيد تلك الركعة أم أكون بذلك قد أدركتها؟ ومتى يتم الإدراك من عدمه بمثل هذه الحالة؟ أفيدون عن ذلك جزاكم الله خيرا. إذا جئت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم ركعت وأدركت الإمام في الركوع فإنك تكون قد أدركت الركعة، وحد ذلك كما قال الفقهاء أن تصل يداك إلى ركبتيك منحنيا بعد تكبيرة الإحرام وأنت واقف، فإذا وصلت كفاك إلى ركبتيك وضعتهما على ركبتيك فقد أدركت الركوع. فإن كان الإمام قد رفع رأسه حينئذ فإنك تقول سبحان ربي العظيم ثم تلحق بالإمام، لأن قول سبحان ربي العظيم واجب، قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة، فتأتي به ولو رفع الإمام رأسه ثم تلحق بالإمام. أما إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك منحنيا بالركوع فإنه يكون قد فاتك الركوع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا لم يتمكن من التسبيح شيخ صالح. ليس هذا بمتصور أن أحدا لا يتمكن من أن يقول سبحان ربي العظيم، لأن هذا لا يستغرق وقتا ولا يحتاج إلى كثير مؤونة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحيانا يا فضيلة الشيخ أسهو في صلاتي ويتكرر ذلك كثيرا، وفي كل مرة أذكر هذا وأجتهد مرة أخرى في طرد الوساوس وعدم الخروج عن الصلاة والخضوع والخشوع أكثر من حضور للقلب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبعض المرات أغمض عيني أثناء الصلاة أيضا فيفيد ذلك أحيانا، وهكذا أستمر في الاجتهاد في دفعها قدر استطاعتي حتى يوفقني الله وأكمل الصلاة. سؤالي، هل يجوز إغماض العينين عند الحاجة في الصلاة؟ وهل يجوز في ذلك الأمر؟ وهل له حدود؟ جزاكم الله خيرا. هذا يدل على اعتنائك بالصلاة والحمد لله، فمحاولتك لإذهاب الوساوس وإقبالك على صلاتك هذا يدل على خير. وأما إغماض العينين فالأصل فيه الكراهة، الأصل أن إغماض العينين في الصلاة مكروه، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس به. نعم. يوجد بعض من أنواع العطور والتي تستخدم عادة للفرش والسجاد في البيوت وغيرها تحتوي في الغالب على نسبة من الكحول، وسؤالي، هل يجوز استخدام مثل هذه العطور في فرش المساجد وأرضياتها، خاصة وأن منها ذو رائحة طيبة ومناسبة للمسجد ويبقى مدة أطول ولا يترك أثرا؟ جزاكم الله خيرا. هذه العطورات التي فيها نسبة من الكحول يعني من المسكر، إذا كانت تسكر إذا تناولها الإنسان فإنها لا يجوز تملكها ولا شراؤها ولا التطيب بها، لأنها مسكر والمسكر يجب إتلافه. أما إذا كانت هذه العطور لا تسكر في حد ذاتها، لو شرب منها إنسان أو شمها إنسان لا تصل إلى حد الإسكار، فإنها لا تصل إلى التحريم، ولكن الابتعاد عنها واستبدالها بأطياب خالية من الكحول أحسن وأبرى للذمة في المساجد وفي غيرها. أما إذا كانت تسكر فإنها خمر، قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا كانت تسكر فالواجب إتلافها ولا يجوز اقتناؤها ولا التطيب بها ولا وضعها من باب أولى في المساجد، لأنها رجس كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأخبر أنه رجس وأمر باجتنابه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وهل هناك أدلة على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وذلك لما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا حديث صحيح يدل على وجوب الوضوء على من أكل لحم الإبل. نعم. سنعود إلى رسالتك أخانا عين ميم ألف في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى. الرسالة التالية فضيلة الشيخ من أبها وباعثها مستمع، يقول ألف عين ألف، يسأل ويقول أود أن أسأل عن استعمال قطرات العيون والإنسان صائم، هل هي من المبطلات للصوم؟ جزاكم الله خيرا. ذكر كثير من الفقهاء أن القطرة في العين والسعوط في الأنف والفم أنه إذا تعمد استعماله أنه يفطر الصائم لأنه يصل إلى الحلق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أدل على أن وصول على أن تعمد إيصال الماء إلى الحلق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق العين، لأن العين منفذ يصل ما يوضع فيها يصل إلى الحلق ويوجد طعمه في الحلق وهذا مجرب فهي منفذ، فالأولى
اللائق اجتناب هذه الأمور، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنها تفطر الصائم لأنها تتسرب إلى الحلق وصاحبها يضعها في عينه متعمدا، فهي تشبه المبالغة في الاستنشاق الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: هل صحيح أن حدوث الصواعق بسبب رؤية الشياطين عند هطول الأمطار؟ ليس لهذا أصل. الصواعق يرسلها الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده وينتقم بها ممن يشاء من عباده، كما قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصواعق من أمر الله سبحانه وتعالى، وهي تخويف لعباد الله عز وجل. قال تعالى: ويريكم البرق خوفا وطمعا، فهذه نذر وآيات وعبر يخوف الله بها عباده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو إبراهيم عين نون صاد من المدينة المنورة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا كرر المأموم الفاتحة عمدا أو سهوا فهل يلزمه شيء؟ إذا قلنا إن قراءتها ركن على المأموم أفتونا جزاكم الله خيرا. سورة الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، ولكنها تقرأ مرة واحدة ولا تكرر، لا يجوز تكرارها لأن هذا بدعة ومخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا يكررون سورة الفاتحة، فالواجب تجنب هذا الشيء، يكفي قراءتها مرة واحدة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الرباعية وركعة صلاة المغرب وصلاة الفجر، يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، هذا هو المستحب. وأما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو من صلاة المغرب فإنه يقتصر على قراءة سورة الفاتحة، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما المراد بقول الزائر للمقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت أمر حتمي على كل حي، أم أن المقصود غير ما يتبادر لنا؟ جزاكم الله خيرا. كان السائل يريد لماذا جاء بالاستثناء بالمشيئة. نعم نعم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت معلوم أن كل نفس ستموت. نعم نعم. الجواب عن هذا والله أعلم أن كلمة إن شاء الله إما أنها للتحقيق وإما أنها لأجل الوفاة على الإسلام واللحاق بالمؤمنين، لأن هذا أمر غير مضمون، والإنسان ما يدرى، لا يدري ما لا يختم له، فهو يقول إن شاء الله من باب الاستعانة بالله وحسن الظن بالله أن يموت على الإسلام وأن يلحق بإخوانه المؤمنين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يأثم المصلي إذا ترك المار بين يديه دون أن يرد، وذلك في المسجد النبوي؟ إذا ترك المار يمر بين يديه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في المساجد المزدحمة كالجوامع الكبار، فهذا للضرورة، لأنه لا بد للناس من المرور في هذه المواطن، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع الناس. أما إذا كان في مكان ليس فيه زحام فإنه يمنع المار بين يديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فله أن يقاتله، يعني له أن يدفعه بشدة، قال صلى الله عليه وسلم: لأن معه القرين أي الشيطان، فيجب عليه أن يمنع المار بين يديه إذا تمكن من ذلك، والمكان ليس فيه ضرورة زحام وضرورة مرور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للروضة الشريفة في المسجد النبوي مزية في الصلاة كزيادة الأجر، وأيهما أفضل، أداء الصلاة في الروضة أم في الصف الأول، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، للصلاة في الروضة الشريفة وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره لها مزية، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يستحب الصلاة في هذا الموضع لمن تمكن من ذلك، ولكن الصف الأول أفضل، يحث النبي صلى الله عليه وسلم على مبادرة الصف الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فلا شك أن الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة.
الضرورة، وإن كان كل منهما له فضيلة، ولكن فضيلة الصف الأول أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طهرت المرأة قبل الغروب فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟ إذا طهرت المرأة قبل الغروب أو طهرت قبل الفجر فإنها تغتسل وتصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، وتغتسل وتصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن هاتين الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى في حالة الضرورة، ويكون الوقت وقتا واحدا في حالة الضرورة. فإذا طهرت في آخر وقت الثانية لزمتها الصلاة الأولى، لأن وقتهما صار وقتا واحدا في حالة هذه المرأة وهي الحيض الذي كان عليها ثم انقطع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يغفل كثير من النساء عن مثل هذه الأمور، كيف يقول فضيلتكم ولا سيما للمناهج التي تعد لتدريس الطالبات؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يحصل من النساء غفلة كثيرة عن هذه الأمور بسبب الجهل. الواجب على النساء وخصوصا في هذه السنين الأخيرة، وقد تعلمنا، عليهن بالعناية في مطالعة الكتب النافعة، وعلى المسؤولين عن تعليم البنات العناية بوضع المناهج التي تتناول الأحكام المختصة بالنساء أكثر من غيرها، لأنهن بحاجة ماسة إلى ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وسائل الإعلام، وقد دخلت كل بيت شيخ صالح، ما هو دورها في هذا الموضوع؟ كذلك وسائل الإعلام لها دور كبير في توعية الناس في أمور دينهم رجالا ونساء، وعلى العلماء أن يستغلوا هذه الوسائل وهذه البرامج، وقد أتيحت لهم ولله الحمد. فالمسؤولون وفقهم الله يطلبون دائما من العلماء أن يشاركوا في هذه المناهج. الواجب على العلماء أن ينتهزوا الفرصة وأن يستغلوا هذه البرامج في تبصير الناس في أمور دينهم وشرح الأحكام الشرعية لهم، حتى يتبصروا في دينهم، لا سيما أمور العبادة وأركان الإسلام الخمسة، فإن هذه أمور لا بد لكل مسلم من معرفتها. يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه ولا يسعه جهله، وهذا القدر من العلم والتعلم فرض عين على كل مسلم. وكذلك على خطباء المساجد، في الجمع دور كبير في شرح أحكام الشرع للناس وأحكام العبادات، توضيحها للناس، وهذا أهم من أن يهيموا في مواضيع بعيدة عن محيط الناس وعن ما يحتاجون إليه، أو ليس في أيديهم شيء من حلها أو من المشاركة في حلها. عليهم أن يبصروهم بأمور دينهم، بعقيدتهم، بصلاتهم، بصومهم، بحجهم، بزكاتهم، في أحكام دينهم. هذا أول وأولى ما يهتم به خطباء المساجد وفقهم الله. وكذلك على الدعاة إلى الله الذين يحاضرون في التجمعات في المساجد وغيرها، أو يقيمون الندوات، أو يكتبون في الصحف، أو يؤلفون الكتب والرسائل والنصائح، عليهم أن يهتموا بهذه الأمور وأن يوضحوها للناس على بصيرة وعلى علم ومعرفة، حتى ينتشر العلم النافع ويتعلم الجاهل ويتذكر الغافل. هذا هو المقصود وهذا هو الواجب على كل من عنده علم وكل من له إمكانية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.